الخير يبعد عنه. مجالس الخيرين لا يخشي الله عز وجل منها احد، لما تسمى الرحمه تسمى على الجميع. ولهذا شرفنا الله بصلاه الجماعه، على نحن صلاه الجماعه. لانه كان تصلي وحدك وتكون صلاتك ربما نفسها ولا تلهو فيها ولا تغيب، قد ترفع وترد. فاذا صلى الانسان في جماعه وقابل الله عز وجل من الجماعه جماعه، حق لله ان يقبل الجميع. هذا ما ذكره العلماء والفقهاء، قالوا كخيار البيت، لو كان واحد يشري كيلو تاع تمر فيه مليح وفيه الدوري، ما يجوزوش يروح يقول له تمر يقول له رد لك داخل اليابس كلش يدي غير مليح، يدي كامل قالوا له كامل. فكذلك قالوا ان الله عز وجل يذكر لعباده وهم صفوف في الصلاه، فاذا قبل الله سبحانه وتعالى منهم واحد يقبل الجميع. ليه؟ لان هذاك الواحد اللي راه وقف في الصلاه راه يتكلم على روحه ولا يتكلم عن مجموعه عليه معاه. انظروا الى قيمه الصلاه ايها الاحباب، لما نقول نصلى تقول اهديني الصراط المستقيم ولا اهدينا؟ ها؟ اهدينا بصيغه الجاء